دكتوره جيهان خبيره التغذيه، بس ألذ خبير التغذيه. الله يخليك، ميرسي جيهان. طبعا انت كخبيره تغذيه شابه، انا عارف انت من زمان في المجال، اكتر صعوبات بتواجهيها مع الناس ايه عشان تقتنع اصلا انها تخس وانها تبقى في شيب حلو؟ اكتر حاجة ان الناس هم عندهم مفهومين غلط ان يعملوا دايت او يخسوا عموما، ان هم يتحرموا من الاكل. تاني حاجة ان هم اصلا يبطلوا اكل عشان هم بيحبوا الاكل. في ناس بتحب الاكل يعني زواقة، فانت متقدرش ان انت تمنحهم من حاجات دسمة يوميا. انا بقول ان احنا هنقسم، يعني انا مثلا لو انا هدي نظام غذائي انا مش همنعك من حاجة اللي بتحبها، لكن انا هديها لك مثلا مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، على حسب السعرات اللي احنا محتاجينها، الجسم محتاجها. فانا هظبط لك نظام غذائي يناسبك بسعرات تناسبك. لكن بقى في ناس بتكون مقتنعه لا ده انت هتحرمينا من الاكل، فهنا بقى النقطه الغلط اللي الناس مش فاهمه ايه. ماشي، بس برضو الناس مع محشي عايز يخش يوم يقعد قدام المحشي يضرب بنص الحله مثلا، وهكذا يعني. ففكره الدايت انا يعني انا جربتها نفسي مره كرهت حياتي. على فكرة والله الدايت سهل، انت هو بيبقى لايف ستايل، انت هتقسم وجباتك، انت مش هتاكل وجبة واحدة، انت برضو لو اكلت وجبة واحدة في اليوم مش هتخس. لكن انا لو قسمت وجباتي مثلا 5 وجبات في اليوم هخس وهاكل اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت هكون بلعب رياضة ان شاء الله نص ساعة بس في اليوم، هحافظ على الوزن بتاعي ومش هزيد عنه بل هخس. وممكن اكل حلويات برضو، ممكن يعني هاكل كل حاجة انا نفسي فيها، حتى المحشي انا بكتب للحالات عندي بيتزا ومحشي وكل حاجة، مكرونة بشاميل كمان. بس انا المهم هقسم الوجبات ازاي وهاخد كمية قد ايه. تمام. مين اكتر مشاهير بتتعاملي معاهم وشايفاهم جامدين قوي في الموضوع ده؟ من ناحية يعني مشاهير، يعني عموما مشاهير فن، مشاهير في اي مجال. مش عارف طبعا اقول اسامي دلوقتي، بس هو في ناس كتير فعلا انا بتعامل معاهم اذا كان اونلاين او في العيادة، بس يعني هم بيكونوا متابعين شوية بس بيقتنعوا بعد ما بيلاقوا ان في نتيجة من اول اسبوع. فبيقتنعوا وبيمشوا بعد كده بالتعليمات اللي انا بقولها، وهم فعلا بيقولوا احنا مش محرومين من حاجة وبننزل في الوزن، وفي نفس الوقت مش حاسين احنا عاملين دايت، عشان انا بقسم لهم وجباتهم خلال اليوم 5 وجبات، فهم بيحسوا ان هم اصلا مش جعانين، والمعدة كل مدى الكمية بتقل معانا هم نفسهم بيكونوا مش قادرين ياكلوا الكمية اللي انا بكتبها، يعني بيحسوا ان انا الكمية اللي انا كاتباها كتير كمان. طب في حاجات كده بيقولك نشربها تنفش في المعدة عشان الاكل ما ناكلش كميات، الحاجات دي شفاها عملية ولا اشتغالات تسويقية يعني؟ هو بص، هو طبعا الحاجات دي بتبقى اغلبها اشتغالات تسويقية. انا ما بفضلش ان انا اشتغل بالحاجات اللي هي الكيميكلز، حتى لو اعشاب بتبقى اعشاب طبيعيه، وبلجأ دايما للقهوه الخضراء، الشاي الاخضر، الحاجات دي بتبقى احسن كتير وصحيه وهي اصلا طبيعيه، فانا ما بضرش حد، وفي نفس الوقت بملى المعده برده، يعني بتساعدني ان الحرق يشتغل وكده. ده غير ان الشاي الاخضر والقهوه الخضراء بيساعدوا ان مثلا لو في انتفاخ او في ورم في الجسم بسبب ان في ميه متخزنه فيه، بتساعد ان الميه دي تنزل. فانا بحب الجا يعني الحاجات دي، الاعشاب الطبيعيه احسن. الشتاء جاي وكله بص لازم يقعد في الشتاء ياكل الاكل كتير ويدافي وسخن وشوربه، ويعني قاعدين نضرب طول اليوم، نعمل ايه؟ هو طبعا احنا ما نكسلش، هو الكسل ده هو ده اللي بيودي في داهيه، عشان انا اول ما الشتاء يدخل الدنيا ساقعه خلاص بندخل تحت البطانيه ونقعد بقى ناكل بس. هو ده اللي بس ده غلط جدا، ده غلط جدا بجد. يعني انا لو حافظت ان انا كل يوم حتى النص ساعه بتاعتي بتاعه الرياضه ده هيبقى حلو. انا مش طالبه رياضه صعبه، انا طالبه حتى لو مشي انا ما عنديش مشكله. في نفس الوقت هقسم وجباتي برده، هخلي مثلا وجبات سناك اكتر في فتره ان انت قاعد في البيت، مثلا الفتره بتاعه بالليل هخلي فيها وجبات سناك متقسمه وجبتين مثلا، بحيث ان انت ايه وانت قاعد اولا هتتسلى، ثانيا حاجات هتساعدك ان انت ما تجوعش، وتبقى فيها الياف كتير، هتعتمد على الالياف اكتر والمنتجات. إيه اكلات يعني الناس تبقى زي ايه؟ قولي تحديدا. بص هقول لك، ممكن زي الحبوب مثلا، زي الشوفان، زي الفشار، يبقى ممتاز جدا لو انا قاعده بالليل بتفرج مثلا على التي في وعلى فيلم او اي حاجه واكل فشار. ممكن برضو الزبادي، لبن، فروت سلطات، الحاجات دي كلها بتملى البطن في نفس الوقت فيها الياف ومش هتخليني ان انا جعان. هنحاول والله، ما سمعتكيش بقى. يعني عادي بقى. تمام. عايز اعرف منك بقى، لو هتقولي نصيحه لكل ست عشان تبقى تمام وراجل في نفس الوقت، ان الكرش يخس شويه.
طبعا انا بنصح الكل دلوقتي ان هم يحافظوا على مناعتهم، علشان يعني دي اهم حاجه، وبالذات ان احنا داخلين على الشتاء وفي موجه رابعه داخله علينا، فربنا يستر. طبعا نهتم بشرب ميه جدا، نهتم بالرياضه يا جماعه، دي افضل حاجه لجسمنا. نهتم بطبق السلطه، ده اساسي في وجباتنا الثلاثه الاساسيين اللي هو الفطار والغدا والعشاء، لازم يبقى فيهم خضار اللي هي فيها الياف عشان الفيتامينز عشان جسمنا. بالنسبه للفاكهه برضو لازم مرتين في اليوم اقل حاجه، ما كانش ثلاث مرات. بالنسبه للوجبات ما اكلش الوجبات الدسمه قوي، يعني انا لو انا نفسي مثلا في الحاجات الدسمه ماشي اكل مره او مرتين في الاسبوع بالكثير، لكن اقسم وجباتي يا جماعه ما كلش حاجه دسمه كتير. شكرا جدا وشرفتيني.